two year old boy brought to pediatric clinic by parent because of pallor, لأنه عنده pallor, شحوب, irritability and poor feeding. Laboratory finding revealed hemoglobin 8, لاحظ hemoglobin low. Platelet 450,000 يعني مقبول normal. White cell count 8.4 أو 8400 normal. And MCV 65 يعني low MCV. RDW 18. RDW شو ماله؟ 18 يعني increased RDW. Based on given clinical laboratory finding, what's the most likely diagnosis? Sideroblastic anemia, sickle cell anemia, lead poisoning, iron deficiency anemia ولا thalassemia؟ أكيد هاي شو مالها؟ iron deficiency anemia. سؤال متكرر وبيجي دائما بالامتحانات، لازم تفرق بين iron deficiency anemia بين الثلاسيميا وبين الانيميا في chronic disease. سواء الـ MCV is low فبنفكر في الـ في الـ في الماكروستيك anemia. الماكروستيك anemia يا بتكون iron deficiency anemia أو بتكون ثلاسيميا أو بتكون anemia of chronic disease أو بتكون ايش؟ اللي هو سيدروبلاستيك ايش انيميا. سيدروبلاستيك انيميا بتكون ليت بويزنج او بتكون ايش كونجنيتال. هذا هون الجواب ايرون شانس انيميا. كيف نفرق ايرون شانس انيميا؟ انه الار دي دبليو شمال الار دي دبليو 18 يعني مرتفعه. الار دي دبليو بتكون مرتفعه بحالات الايرون ديفشنسي انيميا، هذا بتكون مرتفعه بحالات الايرون ديفشنسي انيميا. طيب هون حط لك جداول لابوراتوري فايندينج فور ايرون شانس انيميا ثلاسيميا اند انيميك كرونيك ديزيز، فرق بين الايرون شانس انيميا بين الثلاسيميا بين الانيميك كرونيك ديزيز. واضح هاي الفرق بيناتهم من ناحيه الهيموجلوبين، من ناحيه ام سي في، من ناحيه الار دي دبليو. الار دي دبليو لاحظ انها بتكون مرتفعه بحالات الايرون شانس انيميا. واضح. طيب ريد بلد سيل الايرون ستدي شو الفرق بينهم؟ هذا بتعرفوا هاي كلها. هون نفس الشيء الفرق بين ال expected value in pediatric patient with iron deficiency anemia. في كل بالهيموجلوبين شو بنلاقي؟ بنلاقي عندهم لو هيموجلوبين، ام سي في بنلاقي عندهم لو الام سي في طبعا، الار دي دبليو بنلاقيه مرتفع، التي اي بي سي بنلاقيه عندهم مرتفع، ترانسفيرين ساتوريشن بكون عندهم لو، سيرم فيريتين بكون عندهم لو، سيرم ايرون بكون عندهم لو، ريتيكولوسايت كاونت بكون عندهم لو. طب هاي النقاط واضح. Algorithm for evaluation of iron deficiency anemia عند الأطفال عمر 6 أشهر و 12 سنة، كيف نعمل لهم evaluation of iron deficiency anemia؟ السؤال 22 all of the following are medication used for management epilepsy عند الأطفال except diazepam يستخدم في المانجمنت ولا لا؟ diazepam يستخدم، هذا anti convulsant أكيد يستخدم. lorazepam يستخدم ولا لا؟ أكيد هذا anti convulsant. phenobarbital يستخدم، هذا أحد الأنتي epileptic drug. vigabatrin استخدم احد الانتي ابليبتيك. وماليزوماب، ماليزوماب لا، ماليزوماب هذا بيولوجيكال تيومر نكروز فاكتور تي ان اف انهبيتر، ما لهش علاقه. فالجواب هون عباره عن خيار اي. وماليزوماب هو ميديكيشن يوز تو تريت ازما، تو تريت نيزل بوليب، تو تريت ارتكاريا، ما له علاقه بالابليبسيا. واضح النقطه ولا لا؟ فهون الجواب هي الثيرابتيك سبيكترم اوف انتي سيجر ميديكيشن. في عندي انا برود سبيكترم ميديكيشن زي زي مثلا اللوماتروجين من اشهر الادويه، زي الليفاتيراسيتام اشهر الادويه، زي التوبراميت من اشهر الادويه، فالبرويت من اشهر الادويه. هذول كلهم برود سبيكترم دراج يوز تو تريت برود رينج اوف سيجر تايبس بوث فوكال اند جنرالايز. في عندي انواع نارو دراج يوز برايمرلي فور فوكال اونست اوف سيجر، اللي هو زي الكربميزيبين، تيجريتول، زي الفينيتوين مثلا، زي الفيجاباترين، زي الجابابنتين، كل هذول عباره عن الايش؟ للنرو، نرو سبيكترم للفوكال. في عندي نرو سبيكترم للابسنس اللي هو اثيسكسامايد، ابسنس سيجر اونلي اللي هو اثيسكسامايد يستخدم. واضح؟ يعني ركز هاي المعلومات. حنحط لك فرق بين انواع الانتي بريبتيك ميديكيشن، كل واحد من هذول شو اللابوراتوري فايندنج بنلاقيه، لانهم بيعملوا اكيد سايد افكت هاي الادويه، والطفل بيضل عليهم فتره طويله. لذلك لازم نعرف السايد افكت او اللابوراتوري بروفايل لكل واحد من هاي الادويه. واضح؟ طيب مرات مطلوب ان نعملهم بلاد ليفل. واضح لازم نعملهم بلاد ليفل لبعض هاي الادويه، بتحاجي الى بلاد ايش؟ ليفل، الى بلاد ليفل. بعضهم يوسفل بلاد ليفل لهم، بعضهم لا، بعضهم ايش؟ لا. واضح؟ طيب طيب نيجي للبعديها اللي هو سؤال بعدي بحكي لك، اللي هو سؤال عن الابجار سكور. سهل 1 مينت ابجار سكور ان ذا نيو بورن بلس ريت عنده 110، شو رايكم 110 هاي قديش تاخذ؟ تاخذ 2 بوينت. البلو هاند اند فيت شو تاخذ؟ بلو هاند اند فيت تاخذ 1 بوينت. سلو ريجولار ريسبيريشن شو تاخذ؟ تاخذ 1 بوينت.
and limb flexion شو بتاخذ limb flexion 1 point والجريمس شو بتاخذ الجريمس جريمس تاخذ 1 point شو بصيك بصفي 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 شو الجواب 6 point واضح النقطة لا جواب هون على الأغلب 6 point ماشي هون تعرفوا أفكار سكور بيسألوا عنه كثير في الامتحانات appearance pulse grimace activity and respiration واضح الطفل هذا كان عنده slow irregular respiration كان عنده flexion كان عنده grimace كان عنده البلس أعلى من 100 كان عنده ال peripheral stenosis فبتجمعهم انت بيطلعوا 6 points طيب motor هو mother عفوا who has autosomal dominant skin disease عندها autosomal dominant the chance of her son ابنها to be affected by this skin disease is ليش the chance autosomal dominant شو رأيكو ليش the chance 25% ولا 50% ولا 75% ولا 100% ولا 0 صفر ليش صفر لا autosomal dominant معقول صفر واحد عنده autosomal dominant هي autosomal dominant هي autosomal dominant إن اللي هي affected parent طلعوا شو الاحتمالية يصير عنا اللي هو هيو an affected parent اللي هو دي small دي small هاي affected parent اللي هو دي capital دي small طلعوا شو الأبناء راح يكونوا الأبناء طلعوا دي small دي small دي small دي small هذول an affected offspring يعني 50% ال affected offspring راح يكونوا دي capital دي small دي capital دي small على أساس إنه الجين المرضي شو ماله دي كابيتال واضح فلذلك النسبة قديش النسبة بتكون 50% لو حكالي autosomal recessive disorder شو بصير الجواب لو حكالي autosomal recessive disorder شو بصير الجواب لو حكالي autosomal recessive بصير الجواب جواب بصير A autosomal recessive هاي autosomal recessive زي ما انتم شايفين autosomal recessive بيكون unaffected parents مع unaffected parent R capital R small R capital R small الأولاد طلعوا شو بصيروا R small R small R small R small هذا R small R small شو مالهم هذول مريضين هذول إيش مريضين ال R capital R small R capital R small هذول شو مالهم يكونوا تريت حاملين ولكنهم unaffected R capital R capital يكونوا شو مالهم R capital R capital هم ال unaffected ما عندهم الجين المرضي هذا هذول السليمين يعني بصير 25% سليمين 25% مريضين affected و 50% بيكونوا شمالهم حاملين للمرض بس unaffected واضح؟ unaffected career بسموهم أيوة 50% 25% 25% هذا عنده مشكلة بهدول autosomal dominant autosomal recessive لو حكالي طلاب هذا سؤال الطلاب الشاطرين mother who has mitochondrial pathological disease or pathological disease with mitochondrial type of inheritance mitochondrial the chance of her son to be affected by this disease is حدا بيعرف mitochondrial قديش النسبة بتكون دكتور صايب بيحكي 100% yes 100% mitochondrial إذا كانت موجودة عند الأم النسبة بتكون 100% النسبة بتكون شمالها 100% واضح example للميتوكوندريال هاي الميتوكوندريال هاي هي الميتوكوندريال الميتوكوندريال إذا كانت المصابة طلعوا إذا كانت المصابة الأم إذا كانت المصابة الأم كانت المصابة الأم لاحظوا شمال الأولاد كلهم شمال الأولاد كلهم هاي الأم مصابة بميتوكوندريال ديزيز ميتوكوندريال انهيريتنس ديزيز ميتوكوندريال انهيريتنس ديزيز زي في عندنا مرض اسمه اللي هو ديابيتس اند ديفنس Diabetes mellitus and deafness, DAD, Diabetes and deafness. لاحظوا أنه كلهم affected. على العكس لما يكون لو حكى لي mitochondrial بس حكى لي مش mother, father. إذا الفاذر بدل mother كانت father كانت mitochondrial disorder. شو بكون الجواب؟ mitochondrial disorder. حدا بيعرف؟ mitochondrial. هل الأب اللي عنده mitochondrial disorder هل بنقل المرض؟ للأبناء هي الأب اللي عنده هي أب عنده mitochondrial disorder هل بنقل أي مرض للأبناء لاحظوا ما بنقله بكون زيرو واضح زيرو هاي أحد أسئلة يعني أسئلة شوي تركات في الامتحانات بيجي تبه لها زيرو بتكون طب سؤالي لإلكو يمكن يجيب لك سؤال كالآتي إذا حكى لك لو حكى لك mother who has down syndrome the chance of her son to be affected by Down syndrome is
هذا بيعرف دش للشانس ماذر حكى لك انه عمرها 25 year old. الجواب سؤال هذا بيجي بالامتحانات مرات بيجي شو رايكم هذا بيعرف دش للشانس لا واحدة عمرها 25 سنة عندها داون شو الشانس انه ابنها يكون عنده داون الجواب هو it is nearly zero it's nearly ash 0% هي واحد لكل قديش لكل 2000 إلى تقريبا 3000 بعمر ال 25 سنة من واحد لكل 2000 إلى 3000 لذلك شو الجواب الأقرب للصح بالنسب هاي 25% ولا 50% ولا 75 ولا 1 ولا 0 النسبة الأقرب لا واحد لكل 2000 إلى 3000 هي إيش نسبة قديش 0 نسبة إيش 0 واحد لا واحد واحد يعني 100% ودكتور أشرف واحد معناها يعني 100% واضح 5.75 يعني 75% 0.50 يعني 50% 0.25 يعني 25% واحد يعني 100% يعني ابنها 100% رح يكون داون هذا شيء غلط بالعكس النسبة هي واحد لكل 2000 ل 3000 بعمر ال 25 بعمر الايش 25 فلذلك الجواب هنا على الاغلب هو زيرو اذا اجاني سؤال زي هيك انه عندها داون قديش احتمالي ابنها يكون صاب داون الجواب هو زيرو الجواب هو ايش زيرو بيكون على الاغلب او اقرب الى الزيرو واضح هو واحد لكل 2000 طب شو قواعد الاكس لينكد ريسيف اكس لينكد ريسيف لاحظوا اكس لينكد ريسيف هي الاكس لينكد ريسيف اللي هو يكون كارير فيميل تزوج من unaffected male لاحظوا الاحتمالية شو الاحتمالية الكارير فيميل اللي عندها X-linked recessive لاحظوا شمال الأبناء الأبناء شمال الأبناء الأبناء انتبهوا القاعدة هاي بالX-linked recessive 50% من الأبناء شمالهم إيش 50% إيش 50% من الميل بيكونوا unaffected 50% شمالهم بيكونوا affected بيكونوا شمالهم affected طب الفيميل هي الفيميل شمالهم 50% مرة أخرى شمالهم 50% إيش 50% إيش 50% unaffected وسليمين 50% إيش الثانيين هاي مهمة career 50% بيكونوا career unaffected career سموهم unaffected واضح النقطة ولا لا؟ مهمة جدا هاي، يسألوا عنها كثير بالامتحانات هيها موضحة هنا بشكل كثير كويس. واضح؟ بعدين في عندي أنا الواي لينكت، الواي لينكت هي الواي لينكت أو قاعده، شمال الواي لينكت، شمال الأبناء، كل الأبناء شمالهم، شمال الأبناء، الأبناء 100% من الأبناء شمالهم، 100% السنز شمالهم بيكونوا. للمريض الأب اللي عنده واي لينكت انهيرتنس 100% الأبناء شمالهم 100% مصابين 100% بيكونوا مصابين affected والفيميل بيكونوا شمالهم سليمين 100% واضح النقطة ولا لا؟ واضح affected male قواعد الانهيرتنس مهمة سألوا عنها بالانهيرتنس أنا الجدول هذا بلخص لك autosomal dominant شو خصائصه هي النسبة 50% الaffected بيكون autosomal recessive نسبة الaffected يكون 25% autosomal codominant 50% X-linked recessive brothers أو sons 50% يكونوا affected sister 50% بيكونوا career واضح النقطة ولا لا طيب X-linked dominant 50% احتمال يكونوا affected Y-linked اللي هو brother أو sons بيكونوا 100% affected واضح الميتوكوندريال انتبهوا الميتوكوندريال ميتوكوندريال inheritance very high كان approach 100% الميتوكوندريال اللي هي إذا كانت فيميل عندها ميتوكوندريال disorder 100% كل أبنائهم بيكونوا affected كل أبنائها سواء sons أو سواء يعني سواء sons أو سواء يعني الجيرز والميل والفيميل كلهم بيكونوا affected واضح طيب نيجي السؤال بعدي سؤال 24 2-day newborn baby presented with severe jaundice عنده severe jaundice about phototherapy سألوهم عن الفوتوثيرابي All of the following statements are correct except it's usually only for indirect hyperpolarity هل هي صح ولا لا؟ Use only for indirect hyperpolarity ولا لا phototherapy جواب هاي صحيح الجملة 100% لا تستخدم إلا للindirect hyperpolarity لا تستخدم للdirect ممنوع نستخدم للdirect wavelength من 460 إلى 490 نانومتر are the most effective wavelength شو رأيكم هاي ال wavelength spectrum هذا هو الصحيح هذا هو the most effective اللي هو بنسميه اللي هو يكون blue green بسموه
blue green spectrum. طيب it should be used before and after blood transfusion. هل لازم نعمله before and after blood transfusion؟ هل في علاقة بين food therapy and blood transfusion؟ جواب إيش؟ لا ما له أي علاقة. Skin area exposed should be maximized. The skin area exposed للphototherapy should be maximized. لازم الطفل نعمل skin area exposed لللايت لللايت سورس لازم should be maximized. لازم نعرض ظهره. لاحظوا حاطين light source تحت حاطين light source فوق. لازم نعرض ظهره ونعرض بطنه ونعرض جوانبه. شو رأيكم؟ هل هاي صحيحة ولا لا؟ to maximize the effect يعني عشان أحسن the effect. جواب صحيح. Should be maximized the skin area exposed. Baby بس انتبهوا شو الاريا لازم ما نعملها اكسبوجر. الاريا الوحيده اللي ما نعملها اكسبوجر الايز، صح ولا لا؟ اكيد كلكم تعرفوا انه الايز ما بنعملها اكسبوجر. بيبي تو لايت سورس شود بي مينيمايزد. المسافه بين البيبي واللايت لازم ايش نعملها مينيمايزيشن عشان الطفل جسمه يمتص هاي الاشعه ويستفيد منها. هاي الجمله كمان صحيحه. هذول رولز في الفوتوثيرابي عند الاطفال. المسافه بين اللايت والبيبي لازم should be minimized عشان الطفل يستفيد. والسكن اريا تبعت البيبي should be maximized. السكن اكسبوجر اريا should be maximized عشان الطفل يستفيد. واضح؟ فالجواب هنا ايش؟ سي سي الجمله الغلط. وانا حط لك شرح عن الفوتوثيرابي overview of phototherapy effective treatment phototherapy شو انواعه ميكانيزم phototherapy شو هو الميكانيزم اللي هون شرح لك عنه شو الميكانيزم. هاي الرينج اوف ويف لينك 460 490 نانومتر. الفوتوثيرابي اللي استخدم للاندايركت هايبربلورمينيا انتبهوا بحكي لك الميكانيزم اللي هو absorption of light by bilirubin light بصير له absorption by bilirubin اللي هو indirect bilirubin result in generation of excited state bilirubin molecules that react with oxygen to produce colorless oxidative products and photooxidation products. هاي البرودكت بتكون قادره انها شمالها انه الجسم يتخلص منها برايمرلي عن طريق اليورين او عن طريق الايش البايل في الليفر. هاي اللي بتم تخلص منها عن طريق البايل واليورين المواد هاي الاستراكشر. في عندي انا استراكشرال ايزومرز وفي عندي انا كونفيجريشنال ايزومرز. هذولا بسبب التعرض للبلوروبين تفاعل اللايت تفاعله مع البلوروبين اللايت تفاعله مع البلوروبين بتكونوا هاي المواد. واضح؟ هذا هي المبدا بتشتغل عليه. ايوه بحكي لك الفوتوثيرابي ريفير تو يوز اوف لايت تو كونفيرت بلوروبين مولكول ان ذا بودي انتو ذا ووتر سوليبل ايزومرز ذات كان بي اكسكريتد باي ذا بودي عن طريق اليورين عن طريق البايل. هاي المبدا اللي هي بتم فيه. في عندنا تو ايزومرز فورمز اوف بلوروبين ستراكشرال ايزومرز اند كونفيجوريشنال ايزومرز. واضح؟ هذول هم هي الاستراكشرال هاي الكونفيجوريشنال الايزومرز بتكونوا لما اللايت يتفاعل مع البلوروبين. هذول بيكون قادر الجسم انه يتخلص منهم عن طريق اليورين عن طريق البايل عن طريق اليورين عن طريق البايل. واضح؟ indication full term baby based on the total bilirubin level اعتمادا على البوتاني كيرف او البري تيرم بيبي. متى احنا بنعطيهم فوتوثيرابي؟ لما في قاعده بنستخدمها احنا اللي هو وزن الطفل عند الولاده لما يصير اكثر من 5 مرات وزن الطفل عند الولاده. هذا البري تيرم. فرض بريتر من ولد وزنه مثلا 2 كيلوغرام لما 2 ضرب 5 قديش 10 لما يصير التوتال بيلوروبين توتال سيرم بيلوروبين اعلى من 10 الطفل هذا اللي انولد بريتر وزنه 2 كيلوغرام نبلش نعطيه فوتوثيرابي. على فرض الطفل اجى 1.5 نضرب ضرب 5 فبيطلع لما يصير بيلوروبين اعلى من 7.5 زي هيك. هذا اللي بنعمله للبري تيرم. للتيرم فول تيرم يعتمد على بوتاني كيرف في كيرف خاص فيهم. كونترا انديكيشن حكينا الشور كونترا انديكيشن اهم شيء موضوع انه ما بنعطيه للدايركت بلوروبين او اذا كان في عندي انا concomitant use of photosensitizing medication. بعض الادويه بتتفاعل مع الفوتو ما بنقدر نعطي احنا هاي الادويه مع الفوتوثيرابي بنفس الوقت. والدايركت بلوروبين اذا كان مرتفع ما بنقدر نعطي. هاي الرولز اوف effective phototherapy. زي ما انتم شايفين الدستنس وي هاف تو maximize irradiation by minimizing the distance بين الطفل وبين اللايت سورس. ولازم skin area لازم we have to maximize the area of skin exposure عشان يستفيد الطفل. وال wavelength زي ما انتم شايفين من 460 اللي هي 460 الى 490 460 اي 460 من هنا 460 من هنا تقريبا من هنا الى 490 الى تقريبا 490
490 480 490 يعني هنا هو هاي المسافة هاي من 460 ل 490 هي أفضل شيء، واضح؟ أفضل شيء سبيكترم فلايت بلو موست افكتيف سبيشالي أراوند 460 490. سؤال 25 about acute lymphoblastic leukemia ALL, all the things are correct except خصوص ال ALL, it's the most commonly most common childhood malignancy ولا لا؟ جواب هاي صحيح 100%. The peak incidence occur between the ages 10 to 15 year. هل هاي صح؟ هل هذا البيك الايج لهم من عمر السن 10 الى 15 سنه؟ غلط. هم شو اعمارهم بتكون غالبا؟ من انو سنه لانو سنه؟ هذا بيعرف شو الاعمار تيبيكال ايج للاي ال ال، من غالبا يكون اعمارهم من سنتين الى ايش؟ الى 10 سنوات، غالبا اعمارهم بين سنتين وبين 10 سنوات، هذا التيبيكال ايج لهم من 2 to 10 years. هذا التيبيكال، هاي البيك انسيدنس، peak incidence between ages 2 to 5 years 2 to 5 years حتى 2 to 5 ايش years حتى مش 10 ل 5 2 to 5 years هذا typical age لهم وليس 10 10 to 15 هذا typical age لايش هذا بيعرف typical age for which type of malignancy common malignancy عند الاطفال شو هي ال third most common malignancy عند الاطفال third most common malignancy عند الاطفال بيعرف First most common malignancy هي الليوكيميا. Second most common malignancy brain tumor. Third most common malignancy brain هي second دكتور أشرف مش third. أنا بسأل عن third. Third هي lymphoma إذا سمعتوا فيها أكيد. أكيد سمعتوا فيها كلكم. Lymphoma. Lymphoma هي third most common malignancy. Typical age of lymphoma ما هو؟ من عمر ال 10 years إلى 15 years أو إلى بجوز 16 years العمر 16 سنة. هذا typical age للليمفوما. واضح طيب داون سندروم اند اتاك سترنجكتازي ار نون ريسك فاكتور للاي ال ال اكيد 100% داون سندروم بيرتفع عندهم الريسك انه 10 الى 20 مره اف بي سي شو بانسايتوبينيا يس الاف بي سي بنلاقي عندهم بانسايتوبينيا هذول الاطفال بون مارو اكزامينيشن از ريكوايرد تو كونفيرم الدياجنوز اكيد البون مارو لازم نعمله عشان تو كونفيرم الدياجنوز في ال ال جواب هنا ايش بي ذا بيك انسيدنس العمر هذا خطا لازم من سنتين لخمس سنوات وانا حط لك سمري اوف اي ال ال سمري عن الاي ال ال واضح النقطه طيب سؤال بعدي سؤال 26 3-year-old present with high fever, shortness of breath, and crackles over the right lower lobe. في عنا crackles. يعني شوف عنا على الأغلب عنا إيش lower respiratory tract infection. واضح يعني suspected lower respiratory tract infection. His oxygen saturation 86%. 86%. He has not been eating or drinking for the day. At the mean time. At the meantime لازم هنا مكتوبة غلط. At the meantime في وقتنا الحالي. All of the following are reasonable منطقي test to do except ما عدا. شو رأيكم؟ شو الغلط؟ شو الإكس راي؟ blood culture. إيش هو؟ blood culture. blood culture مش لازم نعمله. الطفل مش احتمال يكون عنده سبسس الطفل هذا ولا لا؟ أكيد ممكن يكون عنده سبسس طبعا. طيب نعمل blood culture ولا لا بالسبسس؟ نعمل بلاد كلتشر ولا لا؟ طيب ممتاز شو رأيك؟ حد عنده الجواب؟ اي دكتور لأنه صعب تطلع سبيوتم كلتشر من بيبي ممتاز صعب تطلع سبيوتم كلتشر من بيبي عشان صعب تطلع سبيوتم كلتشر مش راح تعمل له اياه ولا في شيء ثاني انت يو ار كونسيرن اباوت؟ البونو الكرياتينين لازم نعملهن وظائف الكلى يعني شو بتخسر اذا ما عملتهم يعني؟ بتخسر شيء؟ فحص دم هذا في شيء لازم تنتبه له بالسؤال حدا عنده مشكله بالسؤال ايش؟ ليش مش لازم نعمل سبيوتم كلتشر لهذا الطفل ومش لازم ناخذ منه سبيوتم طفل عمره 3 سنوات طفل ايش هو الطفل دي هايدريت ايش ثاني شو في شيء اهم ايش الاوساد شو رايكم ساتوريشن 68 هذا شيء عادي لا مش عادي عادي انك تخلي الطفل تحاول طلع منه سبيوتم تاخذ منه عينه اثناء هاي البروسيجر شو راح يصير الطفل عنده يصير عنده يمكن يصير عنده لارنجوسبازم واللارنجوسبازم هذا 86 يصير شو مالها يصير 56 واذا صارت 56 الطفل بدخل برادي كاردي بعدين بدخل كارديو ريسبيراتوري ارست واضح ليش لانه احنا بدنا ناخذ لانه حكينا الممرض شو ماله خذ سبيوتم لانه بدنا نشوف شو نتيجه الـ شو الموست لايكلي مايكرو اورجانيزم عند الطفل هل منطقي انه نعمل شيء زي هيك لطفل زي هيك عمره 3 سنوات عنده ساتوريشن 86 بالعكس كونترا انديكيتد ممنوع تاخذ منه سبيوتم هذا الطفل اذروايز الطفل بدخل بدي ساتوريشن هايبوكسيا اند ببساطه برادي كاردي اند كاردك ارست فسبيوتم غلط هاي الاسئله انتبهوا لها محطوطه عمدا عشان الطالب يجاوبها غلط
انتبه لها. هي أنا شارح لك عن sputum induction. Sputum induction is typically used in children who are unable to produce sputum. هذا الطفل غير قادر على إطلاع sputum، فأنت بتعمل له sputum induction. كيف بيعمل sputum induction؟ بيعطوه nebulizer الطفل. بيعطوه nebulizer hypertonic saline، أو أمراض بيحطوا مع الhypertonic saline بيحطوا bronchodilator. هسا إذا أنت عملت له لهذا الطفل sputum induction وحللت له sputum، تحليله لهذا السبيوتم ممكن يدخله بإيش؟ يدخله بريسبيراتوري ديستريس. يدخله بريسبيراتوري إيش؟ ديستريس. واضح؟ دخله بريسبيراتوري إيش؟ ديستريس. بحكي لك بحكي لك in young children بحكي لك which liquefy airway secretion promote coughing and allow expectoration of the respiratory secretion. In young children nasopharyngeal aspiration is usually required. لازم تستخدم نازوفرنجل ايرواي، تحط انبوب في النوز او بالماف عشان تسحب هاي السكريشن. البروسيجر هاي هل منطقي نعملها لطفل عنده ساتوريشن 86 عنده ريسبيراتوري ستريس؟ يعني بحكي لك كونترا انديكيشن اند بريكوشن از هايبرتونيك سلاين كوز برونكو كونستريكشن. يطلعوا الهايبرتونيك سلاين بيعمل برونكو كونستريكشن، هي واحد. اونلي بي بيرفورمد افتر بري ميديكيشن وذ سالبوتامول، لازم نعطي قبل الهايبرتون نعطي سالبوتامول. As procedure induces cough. هاي البروسيجر sputum induction بتعمل كف. It should not be performed in patients with whom severe coughing may be harmful, including patients with unstable respiratory sats. سيو. Unstable respiratory. إذا كان saturation أقل من 92. Unstable cardiovascular state and recent surgery. هذولا intending surgery أو any condition that patient unable to protect the airway. زي depressed level of consciousness. شو رأيكو هنا sputum culture؟ مع إنه أنت لما تصفهم بالسؤال يمكن سبيوتم كلتشر شو ماله تصير تحكي انه مهم واهم واحد ولا لا؟ شو رايكم لما انت تصفون بالسؤال تحكي لو ريسبيراتوري تراكت انفكشن، طفل عنده انفكشن وعنده كراكلز، تصير تحكي انه لو سبيوتم كلتشر اهم شيء لازم نعمله؟ هو فعليا لا، ممنوع انك تعمله في هالحاله، لان الطفل ببساطه بيدخل في ريسبيراتوري ستريس. واضح؟ السؤال اللي هو بيحكي انه مكرر، يس هم بيجيبوا اسئله مكرره، يس هذا سؤال مكرر. The most important test for follow up for child who recovered from bacterial meningitis. طفل recovered from bacterial meningitis. شو most important test to follow up? FBC and routine blood test ولا ECG ولا EEG ولا hearing test ولا visual test. شو أكثر إيش إحنا من شو أكثر إيش إحنا بنخاف منه باللونج تيرم سيكوال أو لونج تيرم كومبليكيشن من المينينجيتس بكتيريا المينينجيتس؟ بنخاف من الهيرينج لوس، لذلك هذول الأطفال بدهم follow up للهيرينج تيست. واضح؟ ممتاز. شو الدواء اللي إذا انعطى early في البكتيريا المينينجيتس كان prevent الهيرينج لوس؟ إيش الدواء اللي إذا انعطى early كان prevent الهيرينج لوس؟ اللي هو ديكساميثازون، اللي هو جلوكوكورتيكويد بالتحديد ديكساميثازون. واضح؟ طيب 6 year old female with cystic fibrosis has pancreatic insufficiency. مال absorption result of all of the following manifestation except. سألني عن مال absorption in cystic fibrosis. Weight loss and malnutrition. Rickets. Diarrhea. Coagulopathy. Dermatitis herpetiforme. شو رأيكو؟ إذا ملوش علاقة. ملوش علاقة إيش هو؟ لا دكتور محمد بيحكي إنه دي غلط، مش دي. ليش؟ المال absorption بيأثر على الفيتامين كي absorption، وهذا بيعمل coagulopathy أكيد. الدياريا بسببها المال ابزوربشن اكيد. الريكتس هي الفيتامين دي مال ابزوربشن بتعمل ريكتس. ويت لوس اند مال نوتريشن اكيد بسبب المال ابزوربشن. ديرماتايتس هيربيدي فورم هذا ما له اي علاقه في المال ابزوربشن. ديرماتايتس هيربيدي فورم ما له علاقه بالمال ابزوربشن. ديرماتايتس هيربيدي فورم ريزلت فروم ايمونولوجيكال ريسبونس. ايمونولوجيكال ريسبونس وليس لها علاقه في المال ابزوربشن. سؤال قبل الاخير. بيبي واز بورن وذ داون سيندروم. اول اوف ذا فولوينج ار ستراكشرال اند فانكشنال ابنورمالز شود بي associated with Down syndrome with TRAS 21 except. Duodenal atresia أكيد صح. Endocardial cushion defect أكيد صح، اللي هم ASD زائد إيش زائد VSD. Atlantoaxial instability أكيد صح. Atlantoaxial subluxation. Hypothyroidism هو most common endocrinopathy أكيد. Sacralagenes. Sacralagenes هل تيجي مع Down syndrome؟ الجواب لا. Sacralagenesis هي إيش تيجي مع أنو سندروم أو مع أنو مرض؟ ساكراليجينس حدا بيعرف هي موست لا 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 ساكراليجينس هاي بتقرأ عنها بنسي التوليد، مادة نسي التوليد لازم تكون قارئين عنها. موست سبيسيفيك فايندينج ان
pre-gestational diabetes mellitus. إذا uncontrolled pre-gestational diabetes mellitus عمل congenital anomaly, most specific congenital anomaly for uncontrolled pre-gestational diabetes mellitus that affect embryogenesis, الجواب هو sacral agenesis. Most specific. لو حكى لي شنو, لو حكى لي most common, إيش most common نلاقيها عند مرضى عندهم uncontrolled gestational pre-gestational diabetes mellitus؟ هذا بيعرف شو هي most common. Most common هي ال VSD. هي إيش؟ ال VSD. واضح بالامتحان شو بجيب لك بدل pre-gestational؟ شو بجيب لك؟ بجيب لك بدل pre-gestational إنه إيش؟ إنه ال gestational diabetes mellitus بعمل sacral agenesis. رح تجاوبها أنا صح. بعد الامتحان رح صير تحكي دكتور فادي والله حكى لنا إنه pre-gestational, ركز إنها pre-gestational. يس هي pre-gestational, ما لها أي علاقة. gestational unlikely تيجي معها congenital anomaly أصلاً. طيب summary of trisomy 21 أرجوك ركزوا عليه هنا, بخص لك الأشياء المهمة تيجي مع trisomy 21. 6-year-old child with immunosuppressive drugs على immunosuppressive, which of the following vaccine should be postponed, لازم نأجلها للimmunosuppressive, على immunosuppressive drug يعني على steroid أو على chemotherapy أو على IG, على IVIG. شو رأيكم, influenza vaccine ولا TD vaccine ولا IBV injectable polio vaccine ولا MMR vaccine ولا HIP؟ شو رأيكم MMR vaccine؟ ليش MMR؟ لأنها لايف فاكسين, الباقيين شو مالهم؟ كلهم كيلد فاكسين, لذلك الجواب هو ام ام ار. لازم تعرف منهم اللايف فاكسين, سواء فايرال لايف فاكسين اللي هم زي الام ام ار, زي الميزلز, زي الاورال بوليو, زي اللايف اتنيوميتد انفلونزا فاكسين, زي اليلو فيفر, زي الفاريسيلا, زي الهربس زوستر, زي الروتا فايروس, زي السمول بوكس, زي الادينو فايروس. هذول كلهم لايف فاكسين فايرال. عندي لايف فاكسين بكتيريا زي البي سي جي, زي الاورال تيفويد فاكسين. هاي هيك خلصنا احنا المادة الاطفال. ارجو انه بعد اذنكم انه اذا اي طالب بيقدر يتذكر الاسئلة, سواء مواضيع الاسئلة او مواضيع الاجوبة بعد الامتحان, انه تبعثوا لي اياهم حتى لو كانت رؤوس اقلام, بستفيد منهم اكيد عشان نكمل الشيء اللي نعمله للطلاب في الدورة الجاي. حد عنده اي سؤال او اي استفسار؟ حد عنده اي استفسار طلابنا؟ المادة هاي لازم تقرأوها, لازم تقرأوها كويس وتدرسوا الأسئلة, تدرسوا الإكسبلانيشن. ما بنفع بس تقرأ تحفظ الأسئلة, لأنه زي ما أنت شايف بجيب لك نفس الأسئلة بس بغير لك الأجوبة وبغير لك صيغة السؤال. يعطيكم ألف عافية. إذا ما عندكم أي سؤال رح أنهي الميتنج. يعطيكم العافية, إن شاء الله بالتوفيق للامتحان. إن شاء الله أنكم تخلصوا فترة الامتياز وتفكروا بالخطوة اللي بعديها. الخطوة اللي بعديها لازم تدخل على إقامة وتدخل في برنامج إقامة, أو إذا بدك تفكر تطلع برا الأردن لازم تقدم امتحانات المعادلات بغض النظر الأمريكية أو البريطانية أو الأسترالية, وتشوف شو الخطوة اللي بعديها بالنسبة لإلكو. تأكد تماما من المادة هاي اللي بتدرسها أو اللي احنا بنشرحها بتفيدك, سواء لو بتقدم امتحان دخول للامتياز أو امتحان دخول للإقامة في الأردن أو دخول للإقامة خارج الأردن أو امتحانات المعادلات, أكيد هاي بتفيدك. المادة هاي أنا بنزلها على اليوتيوب, بنزلها على صفحتي على جوجل درايف, سواء المادة المطبوعة هاي أو سواء المادة الفيديوهات. المادة رح ننزلها على اليوتيوب, على صفحتي على اليوتيوب موجودة, رح ننزل هاي الفيديو والفيديوهات السابقة كان موجودة فيها. لا تنسوا أنه أي طالب بيقدر يتذكر الأسئلة, أرجو أن يتواصل معي ويبعث الأسئلة حتى لو كانت رؤوس أقلام, سواء الأسئلة أو الأجوبة. أعطيكم ألف عافية, نتقابل إن شاء الله في دورات قادمة بإذن الله.